اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا كان نفسنا كل اللعيبه يبقوا معانا في الاستوديو النهارده، ولكن احنا الحقيقه ليميتد بعدد معين. وطبعا اربع لعيبه النهارده بيمثلوا الفريق، وان شاء الله في القادم بطولات كتيره ويكونوا معانا، واحنا اكتفينا ان احنا نجيب اسامي الفريق بالكامل كجهاز ولاعبين في التقرير. ولكن النهارده يكون معانا في الاستوديو كابتن اسلام واربع لاعبين، وان شاء الله مع البطولات باذن الله يكون معانا غيرهم. انتوا عارفين البطولات ما بتخلصش من النادي الاهلي. كابتن اسلام، اجي لحضرتك. موسم صعب، ويمكن حضرتك كنت توقعت ده في البدايه من اول الموسم، ان انت عندك اجنده ممتلئه لان انت المرتبط السنه دي. يعني خلينا نبتدي من بدايه الموسم، وتخطيطك للموسم كان ماشي ازاي، وهل نجحت في اللي خططت له ولا قبلك ما طبقت؟ بص، الحمد لله من اول ما ابتدينا الموسم كان هدفنا ان احنا نجهز اكتر عدد من اللعيبه، علشان في البطولات الكتيره اللي ورا بعض دي انت ما بتضمنش ان اللعيب دايما هيفضل كيربو ثابت، وبعد الشر في اصابات. صحيح. فالحمد لله من البدايه احنا من البدايه خالص اشتركنا في دوره وديه، قسمنا الفرقه لفرقتين بحيث ان كل مجموعه تقدر تلعب اكتر عدد ممكن من التايم. وده انعكس على اللعيبه، على اكتر من لعيب وظهروا بشكل كويس. في الوقت ده اصلا كان في لعيبه من عندنا مش موجوده معانا، كانت في منتخب مصر مع كابتن عمرو ابو الخير بيلعبوا بطوله افريقيا. فكانت فرصة كويسة للولاد اللي هم يعني بروميسنج ان هم يبتدوا يظهروا ويحتكوا في الماتشات الودية ديت. فالحمد لله جاءت بنتيجة كويسة، ظهرت بدايتها في المرتبط. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله ال 12 اللي لعبوا فاينل المرتبط والسيمي فاينل، في مثلا 3 او 4 لعيبة مختلفين في ال 12 في منطقة القاهرة. في اثنين ممكن تكون اثنين مختلفين في الفاينالات بتاعت الجمهوريه. فالحمد لله يعني ممكن تقول ان احنا قدرنا نستخدم حوالي 15 لعيب، وده رقم كويس يعني في النهائيات. كلهم كان ليهم دور. وكله كان ليه دور. وكله كان ليه دور. مهم يا كابتن. يعني الحمد لله في المركز الواحد كان عندنا تنوع في امكانيات كل لعيب واستخدامات كل لعيب، يعني وقت ما بنحتاج مثلا يتلعب علينا زون ديفنس، ففي لعيبه معينه هي بتعرف تلعب على الزوم كويس فبنستخدمها في الوقت ده. في مان تو مان ممكن لعيبه تانية تقدر تستغل الامكانيات بتاعتها في المان تو مان. والحمد لله يعني قدرنا نعدي المرحله. كان في اكتر من مرحله صعبه طبعا. احنا جينا في وقت من الاوقات بعد بطوله القاهره، في لعيب عندنا ربنا كرمه سيف هنداوي، سافر اكاديميه الام بي اي في السنغال. ربنا يوفقه يا رب. فطبعا سيف كان عنصر من العناصر المهمه اللي في المنتخب، مش في النادي بس، كمان في المنتخب كمان. عنصر مهم. فانت فقدت خدماته، مش يعني فقدنا خدماته مش بس سكور. يعني هو سيف كان مفيد دفاعيا جدا لان هو كان سايز كويس، فكان مساعد ان احنا طويل. كان حجمه كبير، فبيساعد مع وجود لعيبه ثانيه ان حجم ان الدفاع بينجح بشكل اكبر. فاهم قصدك. مع وجود بيبو، مع وجود كريم حاتم، اللعيبه كلها سايزات محترمة. هو لعب المرتبط بس انا فاكر. هو لعب المرتبط والمنطقه. بعد كده الجمهوريه سافر. ربنا يوفقه يا رب. لكن بعد ما مشي ما شاء الله اللعيبه اللي بتلعب في نفس المركز ادت دورها بشكل كويس جدا. وده اللي الحمد لله كان الواحد بيسعى ليه من الاول. انا طبعا ما كنتش اعرف ان سيف هيسافر او هيحصل اي حاجه، لكن انت من خبرتك في المواسم اللي قبل كده بتبقى عارف ان انت بتحتاج اكتر من لعيب في البوزيشن.